مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. شاهين بونجاح أصبح هذا الاسم الأكثر تداول على السوشيال ميديا، كيف لا وهو المولود الأول لنجم الخضر بغداد بونجاح. رانيا بن عيشوش وككل زوجة جزائرية هي تحتفل بابنها وتحضر التقنتة أو كما يسميها البعض بالطمينة. ولكل من لا يعرف التقنتة، فهي أكلة جزائرية تقليدية تحضر عند ازدياد كل مولود. وللعلم فإن رانيا بن عيشوش وأثناء الحمل لم تصرح بأنها حامل، وهذا خوفا على صحة البيبي. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.